السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعودوا؟ اموركم هانيه؟ نصلي ربي هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير وعلى احسن حال. مرحبا بكم في فيديو جديد، شهيوه جديد ان شاء الله. غنشارك معكم هاد الفطائر اللي كيجيو رائعين على شكل ورده وبلا حشو، سهل في التحضير واقتصادي، كيوجدوا دغيا. كنتمنى يعجبكم تجربوهم ان شاء الله، واللي عجبكم لا فيديو بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم كدعم ليا فضلا نس امر، شجعوني بلايك والاشتراك ان شاء الله. ومرحبا بالناس الجداد اللي عاد انضموا للقناه، تنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. قناتكم كنتمنى تستفدوا منها دائما. ان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. غادي نبدا على بركه الله نوجد معكم هذا الفطائر اللي كيجيو رائعين ولذاد وهشاش، بالعجينه زوينه وسهلة، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. والشكل ديالهم كيجي زويون كما كتشوفوا معايا، كيجيو رائعين في الشكل ديالهم وفي المذاق، كيجي ولداد وهشاش والحمد لله، واقتصاديين كيوجدوا دغيا. كنتمنى يعجبكم، بقاو معايا حتى الاخر الفيديو ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه. غنبدا على بركه الله. هنايا وجدت الدجاج قطعته مربعات صغيورين، والبصله غادي ندير شويه ديال الملح، شويه الكمون، شويه البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الحامض، شويه ديال الثومه، قزبور ومعدنوس، وشويه ديال الزيت الروميه. غنخلط كلشي، غادي نديرهم يتشحروا مزيان، ومن بعد غادي ندير الفلفله ان شاء الله. غتشوفوا معايا الطريقه. ثم ضفت الفلفله للحشوه، خليتها حتى طابت مزيان. وجدت العجينه بشويه ديال الزبده، شويه ديال الملح، شويه ديال الخميره، شويه ديال الدقيق الفورص، مع شويه ديال الفينو. عجنتها مزيان، خليتها حتى ارتاحت. ودابا دلكتها، غادي نقطعها بهذا القطاعه على شكل ورده كما كتشوفوا معايا. دابا راه وجدتهم، وغادي نبدا نعمر ان شاء الله، وغادي نحط وحده فوق وحده بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا.
بعدما عمرت الفطائر ديالي لهذا الشكل، كنثقبهم هكا بالفرشيطه من فوق وكنزوقهم بها في الجنيبات. دابا غادي نحطهم في اللاطه فاش غندخلهم الفران، وغندهنهم بشويه ديال الصفر ديال البيض مع شويه ديال الخل، وغندخلهم الفران حتى يطيبوا ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر على شكل وردة بالحشو، سهل واقتصادي، كيجيو لذاذ. كنتمنى البنات يعجبكم. كيجيو بحال هكا في الداخل، منفوخين في الداخل، والحشوة لذيذة وخفيفة واقتصادية، وكيوجدوا دغيا. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، كدعم ليا فضلا ليس امر، وشجعوني بلايك والاشتراك. الله يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهده وعلى التعليق الرائعه ديالكم وعلى كلامكم الزوين باش كتفرحيني دائما. الله يفرحكم، الله يوفق الجميع. الى اللقاء في الفيديو المقبل، شهوه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.